بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إحنا هنتكلم عربي مش كده ولا إيه؟ ايوه سري ايوه إحنا يعني في قمة السعادة إني ألتقي بيكم. برضو الزوم والحاجات دي بتخلينا بنقطع نص المشوار، يعني إحنا شايفينكم معانا سعداء بوجودكم معانا على الشاشة لغاية ما يجي يوم بقى ونشوفكم حقيقة، سواء في أمريكا أو لما تيجوا تزورونا في مصر. إن شاء الله يا سيدي. أنا شايف أبونا يوحنا، شايف أبونا أنطونيوس مكاريوس، وفاكر أبونا يوحنا طبعا كوينز، وفاكر إيميل مرقس بس ده عامل نفسه عجز وشعره شاب كله. لا سيدنا كله شباب، بلاش نك. ربنا يخليكم كلكم. ايش سيدنا هو احنا يعني طلبته موضوع ده ظريف يعني حلو، لا يكون الا فرحا، لا تكون الا فرحا. هي مش لا تكون يعني تمني وامر، والا كانت تبقى لا تكن الا فرحا. ده اسم الاجتماع يا سيدنا. انا عارف. هي الايه باديه بالف، فلا تكون الا فرحا. وطبعا اسم الاجتماع جميل يبقى كده عشان يعني يدعو الناس الى حياه الفرح، وزي ما قال الكتاب فرح الرب هو قوتكم. شوفوا الايه جميله ازاي، فرح الرب هو قوتكم. لأن فعلا زي ما قال الكتاب برضو إن الخبر مفرح يسمن العظام، يسمنها مش يعني معناها يخليها سمينة تخينة، لا يسمن يعني يخليها مليانة قوة وحيوية ونشاط. فلا تكون إلا فرحا. قبلها نقرأ الآية، 7 أيام تعيد للرب في المكان الذي يختاره الرب. يبقى في مكان واحد، وفي عيد 2، ومدته 7 أيام 3. تاني، في مكان مختاره ربنا، 2، في عيد هنعيد لربنا، وبعدين الرب هو اللي بنعيد له، في شخص بنعيد له ونفرح بيه هو الرب نفسه. فلما الواحد يمشي حسب دي 7 أيام تعيد للرب إلهك في المكان الذي يختاره الرب، لأن الرب إلهك يباركك في كل محصولك. يعني لما تعيد لربنا 7 أيام، هو أصلا كان هو بارك لك في المحصول، ويكونوا في ال7 أيام دول بيحصدوا الحصاد، فيحس الواحد البركة كتيرة وخير كتير وخير كتير وخير كتير. وفي كل عمل يديك، لحسن واحد يقول لك دي المزارعين والفلاحين اللي بيزرعوا الأرض، لا، في كل عمل يديك، العامل والصانع والدكتور والطبيب والمهندس، كل اللي بيشغل إيديه، كل حاجة بتشتغل بالإيدين. فربنا بيبارك في المكان وفي المحصول وفي الإيدين، المكان والمحصول والإيدين. طب ايه النتيجة بقى؟ فلا، هنا جت الفه، فلا تكون إلا فرحا. ما دام ربنا بارك في المحصول وفي الإيدين، ساعتها بقى يبقى الواحد فرحان. وبتشوف انتوا المنظر الجميل، الأولاد لما يكونوا ماكلين يحصدوا في أي حقل،
تلاقي الولاد عمالين يحصدوا هم فرحانين، والبنات عمالين يزغرتوا، والستات الكبيرة عمالة تقول أناشيد وأنغام جميلة. أنا شفت المشاهد دي في الريف طبعا لما كنا ننزل هناك. فيعني حقيقي الحصاد الوفير واحد يعمل فرح كبير، اتنين وتكون النتيجة إن الإنسان يعيش حياة الفرح، الفرح الإلهي المتنامي، مش يفرح ويخلص المحصول، لا، مضى الحصاد وانتهى الصيف ونحن لم نخلص. في آية بالشكل ده لما يبقى في يعني نوع من عدم تكميل المسيرة الإلهية، مضى الحصاد وانتهى الصيف ونحن لم نخلص. يعني كنا متوقعين في الحصاد نجيب حاجة وفي الصيف نجيب حاجة، لكن للأسف احنا لم نخلص. طبعا ما أخطر أن الإنسان لا يخلص، لا يخلص، إذا لا يفرح، خلصت يعني، ما فيهاش كمان فرح الرب وقتكم، أفرح بالرب إلهي. فلا لا يكون لا تكون إلا فرحا لما يجي لك البركة بتاعت ربنا، تبقى دايما فرحان. لو لا سمح الله ما فيش البركة يبقى ما فيش فرح، يبقى ما فيش فرح. وطبعا من المناظر الجميلة، الواحد عشان خدمنا شوية في الكرة، كنا فاكر مرة ماشيين، طبعا لما بيروح أسقف يزور فبيبقى زحمة وكلهم ماشيين مع الأسقف، وإحنا ماشيين كانت الأرض ناشفة والزارع ناشف ومفيش مطر بقالهم شوية. فطبعا عمالين نقول يا رب ابعت ميه، يا رب، كلنا نقول يا رب ابعت ميه. فوجئنا بعد ما قعدنا نقول كده، بصينا لقينا الميه نزلت على الزرع بكثره وفيره جدا جدا جدا، خليته كله ينعنع كده ويبقى اخضر ومنتعش، يعني واقف كده شامخ مبسوط. ده زرع، الزرع والضرع بقى، ان البقر كله فرحان لانه قادر ان هو يلاقي لبن يشربه، فهو يشرب اللبن من هنا او الخضار ياكله من هنا، واللبن ينزل من الضرع في فم البيبي بتاعها. وده منظر من أجمل المناظر في الدنيا. وعندما أنا أجيب سيرته عشان مش قادر أنساه أبدا، كنت قاعد في البلكونة وأنا جنبنا أرض كده زراعية، ببص لقيت عم زيان اللي ماسك لنا كم خروف على بقرة وعلى بتاع، بيطبع بيبي بقرة، يعني معرفش اسمها ايه، عجل صغير كده، بيطبعه عشان يمص اللبن من أمه. فطبعا البيبي في الأول لسه مش عارف عملية اسمها ساكلينج دي، يمص صدر أمه، مش محدش علمها له، ودي ما تتعلمش، هيكلم واحد بيبي ما مش فاهم حاجه. فهما اللي بيعملوا ايه، قعد ايه يقاوح مع البيبي لغايه ما جاب بقه تحت درع اللبن، وراح ضغط على الدرع، ابتدى اللبن يخش في ايه، في بق البيبي. البيبي انبسط وكان في منتهى السعادة. وبعدين هو راح مدخل بقى درعه في بقه في بحيث يمص بنفسه، قاعد يمص لبن وهو في منتهى السعادة،
واللبن نازل في جسمه يحييه. فإحنا نحتاج إذن إلى يعني إن إحنا نتعلم أن نمتص لبن النعمة إزاي من أمنا الكنيسة. أنا شفت كتير بديهات مثلا على صدر أمهم والواد مش راضي يرضع من صدر أمه لأسباب عديدة لسه ما عرفش يعني إيه بضاعة، هيعرف منين؟ ده حاجات غريزية يعني. فبيقعدوا يروحوا له لغاية عنده ويدخلوا الضرع في بق البيبي، والبيبي يحاول لا لان خايف ومش عارف ايه ده. اول ما اللبن ينزل في جوفه بيبقى في قمه السعاده، يروح ماسك في الضرع وياخد كميات لبن كفايه تنميه. وطبعا كان ده من اهم المشاهد اللي افتكرها ومش هنساها ابدا، ازاي الابن محدش بيعلمه يرضع لبن ازاي. ده ريفلكس يسموها الساكلينج، ده يعني هو يحط بقه وتحط تدخل له الضرع في بقه واللبن اول ما يخش يسعد بيه جدا لان طعمه جميل جدا اللبن بتاع ربنا، وينزل بقى في معدته وفي جوفه فيحس بالانتعاش وبالغذاء وبالنشاط وهكذا. فكلمة فلا تكون إلا فرحا دي الفه دي هي الشرط، يعني لما ناخد من لبن النعمة لا نكون إلا فرحين، أو نخليها بقى اسمه نفي إثبات، يبقى نكون فرحين لما ناخد لبن النعمة نكون فرحين. احنا الحقيقة عايزين نتعلم الدرس ده من البيبيهات الأبقار، إنها دي مخلوقات جميلة جدا 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 وفيها نعمة ربنا وعمل الله. ونحاول نتعلم إزاي الأم تبقى هي الضرع اللي إحنا بناخد اللبن منه، فلما ناخد اللبن إلى جوفنا ونشعر بالانتعاش والامتلاء والغذاء والشبع نبقى سعداء، ونبقى مش عايزين نسيبه إلا لما أمنا تفطمنا. تقول أنا تفطمنا؟ قال لك لا، ما أنا مش عايزينه يقعد يرضى على صوته، احنا عايزين يبتدي يأكل بقى. يأكل ليه بقى ويهضم ايه؟ قال لهم لازم يأكل، هم يقعد يرضى طول عمره؟ طب بتعني الأم ميكانيزمات غريبة أوي، تحط مرارة على صدرها عشان لما البيبي يجي يرضع يلاقي صدرها مر. وبعدين تبتدي تشيل المرارة دي، وطبعا دي كشابط في الصدر عشان يرضع يلاقي نفسه قادر يشبط، اللبن يخش في تجويف الفم، يخش في المعدة، تبص تلاقي التاني يبقى سعيد وهادي ومنسجم جدا مع اللبن. لدرجة ان علمونا واحنا في الكلية زمان ان الام اللي ما بتجيبش لبن لاي سبب مرضي وتاخد لبن صناعي يقولوا لها حط الازازه بتاع اللبن الصناعي في بق الولد ببرونه كده بحيث ان هو يقعد يمص فيها كانه بيمص في صدر امه، وعشان يطمن ان ده صدر امه فعلا خديه على جنبك الشمال. فهيبقى هنا هو عنده حاجتين، بيمص لبن ويسمع الصوت
نبضات قلب أمه كان بيسمح لما كان في الرحم بقى وصغير، فيحس إن هو لسه في بطن أمه، فيبقى سعيد جدا إنه في داخل هذه الأحشاء المقدسة، وإنه بيرضع من هذا اللبن المقدس المغذي والمنمي. كده لا يكون إلا فرحا. واحد تاب، اثنان شبع، ثلاثة أثمر، أربعة خدم ربنا. مش هنكتر يعني، يتوب يعني يسيب الخطية ويمشي في سكة ربنا، يشبع بالنعمة وبالتناول، يضبط الرب والرب يضبط فيه. بعد ما يتوب ويشبع يثمر، لأن هيبتدي يطلع ثمر الروح، محبة، فرح، سلام، طول أمل، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، عفو، موجودين في غلاطيا 9 ثمار بتاعت الروح القدس. حاولوا تبصوا فيهم، محبة، فرح، سلام، حاجة كبارة، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، عفو. فيبقى هو شبع وبعدين فرح وبعدين أثمر، بالسه ابتدى يثمر، وبعد ما أثمر خدم، لأن مدام خدم مدام أثمر ثمار روحية هيقولوا تعالى معنا عيادات خدام، تعالى نعلمك الخدمة، تعالى اخدم مع حد، لا تعالى اخدم انت لوحدك دلوقتي، اتعلمت الخدمة وتحول إلى خادم، والخادم بكرة يبقى كاهن، والكاهن بكرة يبقى أسقف، وهكذا. فالكنيسة كنيسة مغذية ومعزية ومنمية، تاخدنا من سن الرضاعة إلى آخر لحظة في الأمر. وطبعا ما بين حتى لما بنسيب الدنيا دي ما بتنسناش الكنيسة، وتصلي من أجلنا. وديكم شايفين مجمع القديسين كلهم من سن القرن الثالث والرابع والخامس وقبل كده سافروا السماء، لكن عايشين معانا، ونطلب شفاعتهم ونقتدي بخطواتهم، وانظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا إيمانهم. كل سنة طيبين، كل مرة طيبين، وربنا يبارك في خدمتكم الجميلة، ويبارك في يعني الآباء الحلوين بتوعكم. أنا اللي فرحان له إن شكل أبونا إسحاق، مش كده؟ أيوة سيدنا. جرجس شكل أبونا يوحنا. تعيش سيدنا، ده شرف لي يا سيدنا. ما استاهلش سيدنا التقصير. هو كان ذا عشرة العمر، وكان الملجأ والملاذ، كل ما حد يروح أمريكا يستلم أورانتونيوس، طلع له الورق يا أورانتونيوس، شوف لحل أورانتونيوس. ده داخل وما زال يا سيدنا، ما زال دايما حضنه مفتوح للكل يا سيدنا، يعني كلنا اولاده يعني اوسع حضن شفته في حياتي يا سيدنا. سيدنا سيدنا احنا اتعلمنا من نيافتك، ما جبناش من عندنا حاجه، ده كله من بعد ما عند نيافتك يا سيدنا. ربنا يخليك. نيافتك مدرسه لكل الكنيسه يا سيدنا، لكل الكنيسه في كل اقطار المسكوت. هي يا سيدنا كلنا بنتعلم من نيافتك، سواء تعاملنا مع نيافتك مباشره او غير مباشره. انتوا حقيقي يعني بركه كبيره جدا، مجموعه جميله. ايش سيدنا؟ وزي ما قلت لكم كنتوا المناط بتاع امريكا. الاولاد يروحوا كل الليجا اللي عبد من انتونيوس، وما يسيبهمش لغايه ما نعمل لهم ورق كلهم. ربنا يخليهم. سيدنا كان في سؤال. نعم. في سؤال، ازاي ادوق الفرح الحقيقي في علاقتي مع ربنا؟ هو اصلي يعني ما فيش سر للفرح قد كلمتين: الصلاة والتسليم. الصلاة تخلينا أتصل بربنا فيديني، والتسليم يخليني مش مهموم بحاجة في الدنيا تعطل الفرح بتاعي.
ايه اللي بيعطل الفرح؟ الهموم، ايش مرض وايش مشكله وايش مش عارف تجربه وايش مش عارف ايه وعايزين فلوس في ايه وعندنا موضوع ايه كل دي حاجات ما بنقولش مش مهمه، بس بنقول ما نخليهاش تعوق الفرح بتاعنا. يبقى الفرح شغال واحنا شغالين فيها بنحاول نحلها، وهنحلها بنعمه ربنا. فاذا احنا عندنا مفتاحين مهمين، مفتاح الصلاة تعمل لي صلة مع ربنا بحيث أبقى قريب منه وهو قريب مني، فرح الرب وقتكم. وبعدين التسليم إن أنا أقول له ها أنا أرسلني أو لتاكل مشيئتك. تبص تلاقي ربنا ابتدى يشتغل فيها وعمل فيها ما لا يمكن أن نتخيله. يعني الواحد لما بيشوف مسيرة حياته بيبقى يعني يستغرب. يعني أنا في الخدمة يمكن لفت العالم كله، يعني كانت نعمة من ربنا لفت. كلمة أسكو الشباب دي ملهاش حدود، فكان كل واحد يقولي مش أنت أسكو الشباب تعال عندي، مش أنت أسكو الشباب تعال عندي، حاضر. فبقينا لفينا كله، أمريكا وأفريكا وكل حاجة. فتمتعت فعلا بمحبة الآباء الأقباط الأرثوذكس سواء أسقف أو كان اللي في كل أنحاء العالم. أنا لسه كان معايا سيدنا أبا أغاف الأسقف في البرازيل، شوف البرازيل فين، وجاي يزورني. شو سألتها فاكرني منين؟ قال إزاي؟ أنا من جنبك من دير الملكة. يعني قاعد يقول كلام جميل، وطب يفكرني بقى بذكريات جميله لما زرته هناك في البرازيل. النهارده البرازيل دي ما كانوش عارفين يعيشوا، كان جالهم وقت يكاد يكون مجاعه، لكن مجرد بسمه لمحنا لاخواتهم في الكنائس اللي حواليهم على طول تجاوبوا بسرعه مع سيدنا، والولاد بقوا زي الفل وعملوا مشروعات وإنتاجية وبقوا حلوين قوي قوي. بارك فيكم كلكم يا رب. في سؤال تاني سيدنا، ازاي احافظ اوصل ولادي للسماء؟ دي ام يعني عايزة يعني روشتة من سيدنا الأنبا موسى، ازاي نوصل ولادنا للسماء؟ أنا أقول لك كلمتين، القدوة والقوة. تقول لي إيه؟ طب القدوة فهمناها، إن أنا أبقى قدوة لولادي. آه طبعًا، لازم تبقي قدوة لولادك. القوة دي تطلبيها، ويديها لك ربنا، ويدي ولادك كمان، ويعطي بسخاء ولا يعطي. احنا عايزين نتحول الى كده، قدوه وقوه مؤثره. قدوه يعني نتعلم من رب المجد كان ماشي ازاي، الست العذراء ماشيه ازاي، القديسين كانوا ماشيين ازاي. فطبعا يعني اللي يتمثل بيهم مش هيلاقي قدوه احسن منهم ابدا. ده كان واحنا صغيرين، كان قرينا كتاب واحنا صغيرين يقول لو كان المسيح مكاني، لو كان المسيح مكاني كان هيعمل ايه؟ كتاب ظريف كده، انا نسيته وضاع مني وخلاص. فهو يعني بيشرح مواقف ممكن يتعرض ليها الانسان، وازاي لو كان المسيح مكاني كان هيعمل ايه. واحد أساء إلي، افتكر المسيح كان هيعمل إيه؟ تقول لي أنا عملت أشياء، أقول لك ما حصلتش. إن مجرد ما أنت واحد مثلا يسيء إليك بكلمة أو زغدة أو بتاع حتى بألم، وأنت تبقى صامت كده وصامت
وتسكت تلاقيه ابتدى ينهار قدامك ويبكي ويقول لك سامحني انا كنت متنرفز وانا بعمل كده. انا شفتها كتير يعني. فتعالوا نفتكر الكلمتين دول، مفتاح القدوة، نبقى واخدين من رب المجد والعذراء والقديسين قدوة، مفتاح القوة ناخد من ربنا الباور، زي الباور بتاع الجهاز ده تدوس على مفتاح الباور يشغل ده كله. مرة دخلت مكنة جبارة يعني مصنع أدوية كبير قوي، بزور المصنع صاحبه قال لي تعال زوره وصلي فيه. فالأول ما رحت وروني مكنة حاجة مش ممكن ما شوفش بضخامتها حياتي. فقالوا لي المكنة دي كلها اللي انت شايفها دي بيدورها مفتاح الباور. طبعا الباور دي هي التيار. فالواد حب يوريني ايه، فراح قافل مفتاح الباور كل المكنة الجبارة وقفت. طب الانتاج وقف، ما هي وقفت وكل المكنة اللي وراها وقفت. قلت لا 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 شغلها تاني. فراح عامل كده راحت مش شغاله الباور بتاعت المكنه الكبيره. وفاكر معلش حاجه تضحك شويه يعني، مهندس صغير لسه جاي جديد، فيعني ما مبسوط يا يعني شاب صغير، فمبسوط ان هو باشمهندس يا باشمهندس يا باشمهندس وهو في المصنع. بس هو باشمهندس نظري، انما عملي لا. فالعمال اتفقوا عليه، قال لك لا لا نكسر له مناخيره ده. فجابوا المعلم الكبير بتاعهم، عايزين نكسر له مناخيره الجدع ده اللي داخل علينا كده. فقال لهم الصامولة دي اللي في المكنة أول ما تملاها كده كل المكنة تقف، تشغل الباور ما تشغلش الباور خلصت، ما فيش فايدة. فراح عطل المكنة وجابوا له شباص الصغير قاعد يا عيني يحتار يمين شمال يمين شمال، يطلع ينزل يمين شمال يمين شمال. وبعدين في الاخر من الشقاوه بقى قالوا له واضح انك مش عارف باشمهندس شغاله بقى. طب ده عم فلان، عم فلان تعالى المكنه واقفه تعالى. دخل فيه رجاله فيه رجاله، قالوا المكنه عطلانه وباشمهندس مش عارف شغاله. وبص كده وراح شاف الصاموله وراح عامل لها كده، راحت المكنه دايره كلها. يا عيني الباشمهندس كان قاعد مكسوف. فيعني اللي انا عايز اقوله النظري غير العملي. تعالوا نعيش المسيحيه العمليه مش النظريه، او نحول النظريه الى عمليه. وفي الاخر ربنا هو المعطي وهو الذي يعطي بسخاء ولا يعير. سيدنا في سؤال تاني، عايزين تدريب روحي بالنسبة للصيام الكبير عشان نستفاد من الصيام. يعني أنا بأمانة أنا متعصب لصلاة يسوع دي، اللي هي صلاة يسوع دي أصلاً دي مش بتاعت يقول لك سائح روسي الى ابيه الروحي. لا انا عارف الاب ليفجي ليه وصاحبي كلها عشرته عن قرب، بس هو عارف ان التدريب ده اصلا انطوني قديس انطونيوس كان دايما يقول معلش
معلش شوية برد. اوكي سيدنا سلامتك. يقول يا رب يسوع المسيح عني، يا رب يسوع المسيح ارحمني، أنا أسبحك يا رب يسوع المسيح. ده كان تسبيح بتاع أبو مقار بتاع الأنبا أنطونيوس، وهي مجرد منادات اسم يسوع. ولما كان يجي أي ضيف من جنسية أخرى وعايز يتراجن، فكان القديس مثلا أبو مقار يقول له استنى يا ابني شوية ما أخلص اللي في إيدي، يكون بينسخ كتب آبائية أو حاجة، وهو عمال يتمتم كده. فقال له بتقول إيه يا بونا أنت؟ فقال له أنت ما بتقولش كده يا ابني. قال له لا أنا مش عارف، علمني علمني وأنا أتعلم يعني. قال له أنا كنت بقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح عيني، أنا أسبحك يا رب يسوع المسيح. وده التدريب ده احنا واخدينه من عندكم، ده تدريب أنبا أنطونيوس الكبير كان بيعلمه لأولاده الرهبان، وبعد كده اتنقل إلى أماكن أخرى. ف يعني يا ريت نتعلم احنا التدريب ده ونقوله كتير. وأنا فاكر يعني في آباء يقول لك مش لازم تقولها كلها بكلمات بتاعتها، عايزة تركيز ذهني يعني، كفاية تقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، وعيدها كتير 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 كتير. وقالوا لنا الآباء يعني من خبراتهم إن الواحد لما يقولها كتير بتتخزن في الذهن، ومن غير قصد تروح جاي على اللسان، يلاقي نفسه بيقول يا رب. ودي بيشوفوها انتوا كتير، تلاقي واحد واحد كده يقول يا رب يسوع، هو أصله مخزن فجات على لسانه. لما تيجي على لسانك فرصة بقى إن الواحد إيه يكررها كم مرة كده على قد الظروف ما تسمح، فيشبع باسم المسيح. وزي ما قال الكتاب اسم الرب هو قوتكم، اسم الرب هو قوتكم. نتقوى بهذا الاسم الحسن، وربنا يبارك في الكل. في لو تسمح لنا نيافتك أسئلة تانية ولا طولنا على نيافتك؟ المهم هم يكونوا متحملين. ده هم عاوزين قوي. في سؤال، واحدة بتقول لو مش عارفة أسلم حياتي كلها لربنا، وبالنسبة للصلاة ما فيهاش العمق المطلوب، عايزة كلمة منفعة. لا ما هي قصدي في هنا كلمتين، تسليم الصلاة. فالتسليم مدام ما كانش كامل محتفظ أنا بحتة لنفسي يعني أقول له يا رب خد فكري خد قلبي، بس بص سيب لي الحتة دي معلش. لا مدام أقول له سيب لي حتة هتبقى حتة مضرة يعني. فالتسليم معناها التسليم الكامل المطلق، ده كده أنا من تحت لفوق بدل ربنا حياتي، وبعدين من فوق لتحت اللي هي استقبال الصلاة، استقبال عمل الله وكلمة ربنا. فساعتها روح الله بيبتدي يسكن في الإنسان ويعمل فيه. أنا بقول يا رب استلم حياتي، يقول لي وأنا كمان مستعد أستلم حياتك وأطهرها وأقدسها. فهي حركة مزدوجة، تسليم وتسلم، أنا أسلم حياتي هو يسلمني النعمة. معلش سيدنا سؤال كمان. واحد أو واحدة بتقول إن يعني هي صغيرة في السن لكن عندها أتعاب جسدية، إزاي تقدر تحافظ على السلام والفرح عشان بتحس إنها متضايقة وتعبانة، والأصعب بقى لما حد يقول لها أنت على طول تعبانة، إيه اللي ممكن تعمله عشان يساعدها يعني؟ عندها إيه جسدية؟ عندها إيه؟
هي يظهر عندها أنواع من الأمراض الجسدية يعني. جسدية يعني إذا ما كانتش هتضيف على جسدها الضعيف زينا كلنا قوة المسيح. إذا ما ضفتش قوة المسيح ليها هتبقى عايشة في احتياج دائم، زي واحدة لما بتستعطي وكل يوم تصرفهم، فدايما في احتياج دائم غير اللي عندها خزين. عشان كده الآباء علمونا ان احنا يبقى عندنا خزين النعمة من صلاة يسوع دي كتير 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 كتير، يا رب ارحمني فإني خاطئ يا رب، وهكذا. هذا الخزين الكتير بيرسب في القلب شبع ومنبع، أنا سميه عامل زي البقا الكافيتي بتاع الجمل. ليه الجمل بيمشي ساعات في الصحراء وما يعطش؟ لا هو بيعطش، بس هو عنده في التجويف الفمي حاجة اسمها البقا الكافيتي، تجويف الفمي. البقا الكافيتي ده بياخد هواء لما يفتح بقه الجمل، فانتوا او التمساح، يبقى بيعمل ما يونان كده، يعني كانت قصه يونان ايه؟ كان يونان في البقا الكافيتي بتاع الحوت، فاول ما الحوت يرفع دماغه لفوق ياخد شوية هواء لنفسه ويتبرع بشوية اليونان لغاية ما في الآخر طبعا هي طبعا معجزة ربنا فوق الكل، لأن ازاي ما تهضمش، ازاي ما نزلش المعدة حدوتة، يعني ليها دراسات جميلة جدا اتعملت وموجودة لمنكو دوا في المكتبة اللي هي. بعد كده هو راح الحوت ايه قذفه إلى البر، وده مش تدبير إلهي، ده تدبير إلهي طبعا. لو كان قذف ونزل في البحر كان نزل ما طلعش، لكن حاجة يعني قذيفة أرض حاجة مظبوطة، بحر أرض بحر أرض، راح تواصل راح رامي يونان، فيونان من الإرهاق بقى نام شوية، طلعت الشمس خبطته، فابتدى يتنرفز على ربنا ان هو يعني انه حران وكده هيموت منه، فربنا من حنيته راح مطلع له اليقطينه اللي انتوا عارفينها دي، نبات صغير قصير كده، ضلل عليه لغايه ما حماه من الشمس، راحت الشمس في اليقطينة دخلت فيها دودة موتتها، فتنرفز هو على ربنا وقال لها اليقطينة كمان ما ماتت اهي، قال له بقى انت زعلان على اليقطينة بنت ومن كانت بنت ومن هلك، مش عايزني ازعل على شعب هنا والالاف المؤلفة والربوات اللي موجودة هناك يهلكوا كل دول عشان خاطر حضرتك متعصب يهودي ودول امميين، مش عايز خلاص الامم ليه؟ ما هو ولادي برضه انا اللي خلقتهم، انا جاي منين؟ فطبعا خد الدرس كويس، وكان طبعا سبب بركه، وبقى البركه بتاعته خلت الكتاب يعتبره هو شبيه بالمسيح، واتكلم عنه المسيح بنفسه وقال كما كان يونان في بطن الحوت هكذا يكون ابن الانسان في بطن الارض ثلاث ايام وثلاث ليالي. تقول ما خلصتش ثلاث ليالي للمسيح، نقول ما قاصد ربنا، لو طلع قبل ما تخلص يقولوا ده، لو طلع بعد ما تخلص ثلاث ايام يقولوا احنا مشينا كحراس وهم سرقوه.
انا هطلع على رؤوس الاشهاد ونشوف انتوا الصورة الجميلة بتاعت المسيح هو قايم من القبر والعساكر قاعدين حاطين الخوذات والبتاع ده والدروع بتاعتهم في وشهم من النور الجبار بتاع المسيح القائم، وراحوا قالوا رؤساء الكهنة ده قام من الأموات وإحنا نايمين، وشفنا بنفسنا وهو طالع. قالوا له طب خدوا فلوس وما تقولوش، خدوا الفلوس وما قالوش، لكن على مين؟ المسيح ظهر للتلاميذ بعد كده يعني على الأقل 12 مرة، منهم مرة 500 شخص. شوفوا 500 لما يشوفوا المسيح حي بعد ما مات. فنمجد اسم الله ونشكر محبتكم الغالية، محبة أنطونيوس غالية جدا. شكرك يا سيدنا نيافتك اللي غالي على قلوبنا جدا جدا جدا، ومحبتنا لقدسك لا يمكن التعبير، لنيافتك لا يمكن التعبير عنها بالكلمات، بس احنا شفنا محبة نيافتك بالعمل وبالقدوة، واحنا لسه بنبتدي نتعلم حاجة بس من نيافتك. لا صحيح يا سيدنا، ده واقع يعني أبونا. الكنيسة كلها يا سيدنا يعني نيافتك ليك فضل في تربية نشء وأجيال كتيرة جدا بدري، كلنا متعلمين على يد نيافتك يا سيدنا سيدنا، المحبة والمشاركة والنقط في العظام. سيبونا مهرجان الكرازة طبعا، احنا مهرجان الكرازة كلها متربية على مهرجان الكرازة. شكرا ليك وكلكم. ونيافة الأنبا رفائيل، ويعني نيافتك يا سيدنا أب وفاضل لآباء كتير وشعب كتير، كل الكرازة كلها بتحب نيافتك. ما تتخيلش سيدنا احنا بنحب نيافتك قد ايه، صدقني يعني مش احنا كلنا بنحب نيافتك من قلوبنا يعني. أكيد مش عايز الكلام. محبة أنبا رفائيل، بس أنا في حتة اسمها يعني بعيدة شوية، احنا عاملين سنتر لينا في زي تقول يعني الأرض الجديدة يعني، فعلا ابتدينا ما كانش في حد خالص جنبنا، النهارده عملت بقى حاجة جبارة. فاحنا عاملين السنتر ده، وطبعا أمر في إيه معانا فيه له يعني مقر برضو، بس هو يعني ربنا يخليه مش مبطل يلف الدنيا كلها وأشفق عليه وعشان صحته وظروفه، لكن هو كله محبة بقى. خليفة نيافتك يا سيدنا، خليفة نيافتك. تلميذ نيافتك يا سيد. طيبين كلكم. يا ربنا يديك الصحة ويخليك لينا يا سيدنا. يعني إذا كان علينا ما نسيبش نيافتك أبدا، بس إحنا سهرنا نيافتك وتعبنا نيافتك. أنا ربنا يخليك لينا. أوي أوي، كان رحت أبيك وجيت. سيدنا بتجيب لنا ذكريات أيام جميلة جميلة قضيناها في الـ ECCYC، ومتعة كنا بنتمتعها كانت بتبقى بالنسبة لنا يعني شحنة اللي بناخدها للسنة كلها. ربنا يخليك لينا سيدنا، ودي محبتك. ربنا يخليك لينا وباركنا سيدنا، وباركنا بالصلاة وصرفنا. تفضل يا سيدنا. اتفضل يا سيدنا. أن أقول نعم بشكر يا أبانا، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وابزنا كفرنا اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لدى الأمين، والآن محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد شركة وموهبة وعطيته فلتكن مع جميعكم، امضوا بسلام، سلام الرب فليكن معكم. ما روحك أيضا يا سيدنا، ربنا يخليك لي يا سيدنا. شكرا يا سيدنا، شكرا، صلواتك الله يبارك وبارك فيك وتتبع كثير يا سيدنا. سلام ونعم، سلام ونعم. تفضل يا سيدنا، تفضل. تعيش أبونا، ربنا يخليك. تعيش يا حبيبي. نشكر نيفين على مجهودها وتعبها، ويعني فرصة كانت جميلة جدا إن احنا نلتقي بسيدنا طبعا وأبونا الحبيب.